أصدقائي الأعزاء، صباح الأنوار، صباح السرور، صباح الصباح على عيونكم الحلوة وعلى قلوبكم الطيبة. حديثنا من مشيئة الله لهذا الصباح من قناة صوت الإنسانية، من القلب إلى القلب، بعنوان نقد أو في الظاهرة غير صحية حقيقة في منطقة الإعلام، منطقة الشباب، يعني خلف مسجد الحبيب المصطفى. شوفوا أخوان، هاي القطعة نهائيا ما تتنظف، يعني تيجي سيارة النفايات والعمال ما يشيلوها نهائيا، ما يشيلوها أبدا. ما أعرف ليش، يعني ما أعرف شنو السبب ليش ما يشيلوها. زين ليش ما تيجي البلدية تغرم هاي البيوت اللي تذب الناس، يعني هاي البيوت اللي تذب النفايات هنا بهاي القطعة، ليش ما تغرمهم؟ يعني تغرمهم البلدية، يعني ليش ما تغرمهم البلدية؟ أنا بس اللي أسأل، يعني هاي الظاهرة شنو؟ ليش يعني شنو هذا؟ فد منظر حلو، يعني منظر جميل. هذا الجامع، بغض النظر عن الجامع، حتى لو ماكو جامع، يعني هذا جامع، نقول لك حتى لو ما موجود الجامع، يعني شنو هاي منطقة سكنية، يعني هاي منظر جميل واحد يجي بيه يشوف يتفرج بيه، يعني غير المفروض تتسيج. ادز على ابو القطعه البلديه، ادز على ابو القطعه وتقول له سيجها للقطعه، سيجها ببلوك، سيجها بشينكو، باي شيء كان سيجها، حتى ما تكون مقابل النفايات. هاك شوف، يعني شو احنا ما نذب اللوم على السيد مدير البلديه، وانما نذب اللوم على المراقبي البلديه اللي يفترون ويشاهدون هاي المناظر اللي يحجون بها. المفروض يتكلمون مع السيد مدير البلدية، ونتمنى من الله أن يوفق الجميع إن شاء الله لخدمة عراقنا وشعبنا، ونقولكم مع ألف سلامة وعاش العراق.